بعد الفاصل هيكون معانا الأستاذ مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وزي ما قلت الأسبوع اللي فات هو المتهم الوحيد العائلي في قضية موقعة الجمل، لأنه معاه ابنه أحمد وابن أخته وحيد في هذه القضية. بعد الفاصل الأستاذ مرتضى منصور. مشاهدينا نحييكم من جديد. الأستاذ مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمتهم العائلي في قضية موقعة الجمل، لأنه معاه ابنه أحمد وابن أخته وحيد، الثلاثة متهمين في هذه القضية. أستاذ مرتضى أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. هي مش اسمها موقعة الجمل، اسمها موقعة أسرة مرتضى منصور. لا ده في جيش من المتهمين، يا أستاذ وائل، في عدد كبير من المتهمين، تم تحويلها إلى قضية أسرة مرتضى منصور. مجاز أنت اللي حولتها داخل المحكمة، هنشوف. بس أنا عايز مش عايز أبدأ بالمحكمة. طبعا. أنا عايز يعني آخد معاك مجموعة موضوعات متنوعة. لا يمكن إنه يبقى في مسلسل عن الريان ولا يسأل في الأستاذ مرتضى منصور، لأنك في قضية توظيف الأموال تحديدا يعني كنت جزءا أساسيا منها فيما يتعلق بالمحامين المهمين اللي شاهدوا وقائع هذه القضية. مسلسل الريان شايفه ويجسد الواقع؟ لا طبعا. هو يمكن شهر 6/87 على ما أتذكر اتعمل اتحاد العمالقة بين الريان والسعد، وشرف السعد. وقامت الحكومة ولم تقعد منذ هذا اليوم. زارني أحمد الريان في بيتي، في أحمد عرابي، ومعاه محمود صلاح رئيس تحرير أخبار الحوادث السابق، والأستاذ محمد رجب مدير التحرير الحالي. هم أصدقائي طبعا، تعرف من زمان، واتغدوا عندي، يعني عرفوني بالراجل، وطلب مني قبل المحامي بتاع الريان بتاعه. فأنا رفضت، لأن في الوقت ده كان موجود المستشار مصطفى كيرة، كان رئيس محكمة النقد السابق، وكان لسه طالع معاش وكان متولي القضية. مفيش أسبوع الدكتور مصطفى سافر، راح الكويت أعرى أو يشتغل هناك في دولة الكويت. ثم كلمني أو جالي الأستاذ مصطفى شردي أبو محمد، وقال لي، كان أيام أحمد ريان بيشتري منهم تقريبا. مصطفى شردي رئيس تحرير طبعا، شخص محترم جدا. أول يمكن صحيفة معارضة تطلع بالشكل المحترم ده. وقال لي احنا رشحناك تبقى محامي، لان احمد الشركه بتمر بظروف صعبه، وايام كان فريد يبوع المحامي بتاعهم واختلفوا معاه، وانه في ضرب اعلامي جاي كتير، وانه فؤاد اشرف سراج الدين قعد مع احمد وقال لي اقول لك ان خد القضيه. فانا قلت له هاخد التوكيل عن واحد بس، اللي هي شركه الريان للتراث، اللي مالهاش علاقه بتوظيف الاموال. وفعلا التراث اللي هي بتاع الكتب بالظبط، اللي مالهاش علاقه بالتوظيف. لكن في الفتره دي طبعا الريان كان تقريبا عندي كل يوم في البيت، كل ما كتب عن الريان لا علاقة له بقصة الريان. ليه؟ أقول لك ليه. الريان هو مش أحمد ولا محمد، الريان هو فتحي. فتحي الريان؟ هو فتحي، هو الدراما كلها فتحي. أمال ليه أحمد خد كل هذه الأضواء؟ فتحي مش فتحي؟ لا، في شهر 6 تم عزل فتحي وتعيين بقى الشركة الجديدة بالاتحاد، وفتحي هو البطل الحقيقي لهذه القصة. أحمد الريان عين رئيس مجلس إدارة في شهر يونيو 87 على ما اتذكر، في شهر 11 تم اعتقاله. يعني احمد الريان ده ما اشتغلش الا 5 اشهر. الوحيد اللي اشتغل 7-8 سنين هو فتحي الريان. وكان السر الريان او فتح الريان مع فريد الديب المحامي، لانه كان محامي وصاحبه، والنبوي اسماعيل. اما احمد الريان فالاحداث اللي حصلت في ال6 اشهر دول يمكن ما جاتش في المسلسل. وانا قلت للاخ حازم الحديدي ايام ازمه الريان في 87 انا سجلت له قصتهم هو واخواته في حوالي 18 شريط. انت عارف ان غاوي الحاجات دي. سجلت لاحمد الريان قصته؟ انا اللي جبت قعدته وبقيت اسجله. وموجوده عندك؟ عندي طبعا. كويس. احمد الريان في 3 مواقف يمكن هو عاشهم، هم الدراما اللي في حياته في 6 اشهر دول. كان في جهاز امني خد منه سلفه حوالي 22 مليون دولار ودوله شيكات. جهاز امني؟ بس الجهاز الامني اللي كتب الشيكات الراجل كان بيشتغل في الجامعة الأمريكية، ما دفعوش الفلوس، فأحمد قدم الشيكات إلى المحكمة. الراجل خد براءة في جميع الشيكات، لأن ثبت إن الشيكات مزورة، الشيكات اتشالت واتحطت شيكات غيرها. فأحمد الريان، وهي الشيكات لشخص ولا للجهاز الأمني؟ لا، اللي خد الشيكات اللي هو الراجل بتاع الجامعة الأمريكية، بتاع الجامعة، لكن دكتور هو، لكن هي الفلوس لجهاز أمني. جهاز أمني.
وليه قبل كده كان في دوره اشتروا دوره بحوالي 120 مليون دولار اللي كانش فيه دوره واشتروها للدوله، وبعدين لما جت الدوره كانت روسيا بعتت فرموها في الصحراء، راحوا عملوا لهم محضر ان دورها مسوس وحبسوا محمد داوود، خد سنه سجن. النظام كان خلاص حمر عينه يعني. المهم فاحمد قامت في دماغه انه يجيب الراجل عشان يكتب شهادات جديده، فراح جاب الاستاذ زاب مجموعه من انصاره وكتبوا الشيكات جديدة. فالراجل فيروز اليوسف عمل ايامها لو تفتكر مشكله كبيره، عايز بس استعيد الذاكره. احمد ريان خطف استاذ جامعه الامريكيه، دي كانت حقيقه يعني، انتوا نشرتوا عنها. فتفتق ذهنه ان هو يعمل عقد جواز في الوقت دون في مدينه الاسكندريه في الوقت اللي الراجل اتخطف فيه. يعمل عقد جواز ده مين؟ احمد الريان. بالظبط. يعني عايز يقول انا كنت بتجوز في الوقت دون عشان بالظبط يحمي نفسه من قضية الاختطاف. يعني. فطلب واحد صديقنا قال له شوف لي واحدة تاخد 5000 جنيه وتعمل يعني توافق على الجوازة دي. فخد وداه، فقال له لا يا أخي دي ست خنفة. فقال له خنفة ولا مش خنفة؟ أنت أحمد مش هتتجوزها. أنت عاوز تتجوزها عشان تطلع من مصر. بالظبط كده، قال له خنفة. ثم تعرف على مذيعة، أنا كنت موجود في مكتب الأستاذ نبيل أسمط، وهو كان موجود معايا، وكان موجود الأستاذ صلاح الزهيري كان أعتقد رئيس مجلس الإدارة، أستاذ سعيد سنبل. وقاعدين في المكتب فباركوله. حازم الحديدي كان لسه صحفي اللي هو كتب القصه ناشئ كده، فكان منزل خبر زواجه من مذيعة. فانا سالته قلت له بجد اتجوزت؟ قال لي قلت له الست دي؟ قال لي قلت له طب يا ابني دي نحس. فقال لي يعني ايه يا اخي؟ هتغلق الشركه؟ قلت له اه هتغلق الشركه وهنتحبس معاك. مفيش شهر بالظبط احمد واحنا رايحين بقى العربيه لما اعتقلت انا وهو ومجدي حشيش. وليه توصف ست ان انا هي نحس؟ ادام هي خلاص انا يعني في الدين كده في عتبه، انت عارف القصه بتاع العتبات، في عتبه بتبقى خير على الرجل وعتبه بتبقى نحس. المهم انه واحنا بقى لما انا بس مش عايزين نقول اسماء خالص طبعا. انا اعتقلت سيده مذيعه وشهيره انا اعتقلت ومجدي حشيش معايا مراقب الحسابات وهو ففي العربيه. الله يخرب بيتك يا عم، مش قلت لك اديك احنا كلنا اتحبسنا؟ المهم دي الواقعه الاولى بالنسبه لاحمد. الواقعه الثانيه جه واحد برضه الناس شافه في التقرير دلوقتي عرض على احمد عن طريق زكي بدر انه هربه مقابل 5 مليون دولار خارج مصر. انا شايفه في التقرير عندك من شويه بس مش هقول اسمه برضه. المهم ان واحد عرض على احمد ان زكي بدر يطلعه بره مصر مقابل 5 مليون دولار يطلع احمد الريان واسرته. الشخصيه من اللي كانت بتتكلم في التقرير اللي ممنوع اللي ممنوع من السفر، كان ممنوع هو واسرته. فاتفقت مع احمد ان احنا حول بقى الاسم ان احنا في ضابط مخابرات كان مدير تصوير اسمه برهان حماد ابن اللواء جمال حماد. حدد لي ميعاد ورحت مع جمال ومع اللواء برهان وقابلنا اللواء عبد السلام محجوب كان ايام وكيل المخابرات العامه، ثم قابلنا امين نمر كان رئيس المخابرات وحكيت له القصه وعملت بلاغ رسمي واتسالت فيه. واحنا طالعين انا بعد ما طلعت انضرب عليا نار من الاخوه بتوع امن الدوله وعملنا محضر رسمي في اسم الدقي لانه عرفوا ان انا رحت بلغت في وزير الداخليه بتاعهم انه عايز اهرب احمد ريان. رسم البلاغ على فكره موجود والحق فيه السيد عبد السلام، يعني بلاغ رسمي موجود من اللي سالني فيه محمد عبد السلام المحجوب وكيل المخابرات العامه. واقول لك واللي خدني وداني مبنى المخابرات برهان جمال حماد اللي هو كان في قصه غزه، كان مفاوض من مصر يحل مشكله الاخوه بتوع حماس ونظام التحرير في غزه. ده يمكن الحادثه الثانيه في حياه في وجود احمد ريان. احمد ريان ما كانش هيصدقني ولاده ال 20 سنه اللي فاتوا. وانا قلت الكلام ده لما طلعت لان قابلت احمد ريان كان عنده كل الامراض في اللومان في قضيه سيد نوفل الملفقه. احمد ريان ما كانش عنده فلوس فعلا، اللي كان يعرف مكان الفلوس هو فتحي توفيق عبد الفتاح. خلاص كل القصه اللي اتعملت دي والستات ويتجوز كل ده من ست اشهر ما لهمش علاقه، هم ست اشهر بس. انت قلت واقعتين فيهم جوازتين، يعني جوازه من اجل انقاذ نفسه من تهمه اختطاف واحد، هي جوازه واحده وجوازه من مذيع عشان ما هو الثانيه الاولانيه ما جوزهاش خنفه بقى لقاها خنفه فقال لا قال ده انا ضيع في قضيه الاختطاف بالظبط كده. فانا قلت لحازم يا حازم اذا كنت عايز تكتب قصه حقيقيه انا عندي شرايط، هو يمكن سامعنا وشايفنا وانا مش ببيع يعني مش ببيع، تعالى ده للتاريخ وعندي احتفظ انا بالورق والمستندات والكلام ده كله، تعالى خد الكلام ده. وقال لي هيكلمك وما كلمك. فطلعت المسلسل طبعا، سيبك ان خالد صالح عمل دور بارع وطبعا انا بشكره جدا يعني بالنسبه انه كان مع ست منى الشاذلي وقال لي انا عايز اعمل دور شخصيه مرتضى منصور لانها شخصيه سريه وفيها دراما. فانا بس هترفع عليه قضيه؟ المشكله انك هو ممكن ترفع عليه قضيه. لا 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 هو ممثل كويس جدا، وعلى فكره كل الناس اللي كانوا معاه بيمثلوا كويس جدا، ويمكن الاخ السمره هو البطل الحقيقي
لقصة باسم السمرة، هو البطل الحقيقي لقصة الريان. يعني فتح الريان، انت بتقول اللي عاوز يعمل مسلسل عن الريان كان لازم يبقى بطله الاساسي فتح. هو صاحب المال، هو اللي بدا، هو اللي ربى اخواته، هو اللي استمر لغايه شهر يونيو 87. احمد جه حوالي 6 اشهر بالظبط، وشهر احمد اعتقل 13/11/87، ويوم ما طلعش يعني دخل ما طلعش، قعد يمكن 30 سنه تقريبا. يعني احمد اما انه كان في السجن يعني 20 سنه واكثر، ولاده كانوا اشتغلهم. لا، وولاده احمد طبعا ابنه الوحيد، ولده الوحيد يمكن توفى هو في حادثه وهو في السجن. احمد عاش ماساه هو جوه السجن، ويمكن بناته طبعا كل بنت فيهم ب 100 راجل. لكن هل فتح الريان زي ما كان مدمنا، خاصه ان اسرته كانت معايا وكانت غاضبه بشده من الاساءه لسمعتها بهذا الشكل؟ هو فتحي ده هو ما كانش ادمان حشيش او هيروين، دي كانت حقنه بتتاخد كانت الاول للتخدير، فهو استمر فيها، فدخل مصحه بتاعه الدكتور جمال ماضي ابو العزايم، وطلع منها تاني يوم تقريبا. للتخدير يعني؟ بالظبط، ما كانش مدمن هيروين ولا حشيش ولا الكلام ده، عشان ينام يعني. بالظبط.